السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع بعض مع كورس رمضان المكثف مع معسكر التدريب الرمضاني، بنتكلم عن الصيام ومعاني الصيام. معاني الصيام يا شباب منه وأول وأهم معنى هو الجوع. ليه؟ عشان تتحكم في ذاتك. تمام، وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا إخوان، الله عز وجل ارتضى الجوع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل ارتضى الجوع لرسوله صلى الله عليه وسلم. متخيلين؟ حد متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى ارتضى إن حبيبه رسوله صلى الله عليه وسلم يجوع؟ لو الجوع فيه شر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ارتضاه لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الخير، كل الخير في الجوع. عايزكم كده تفكروا معايا موقف غريب. الله عز وجل ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في شعب أبي طالب 3 سنين في مكة يأكلون ورق الشجر. حد فيكم مستوعب؟ 3 سنين في مكة الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون ورق الشجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قعدت زمن ما باكلش غير اللي بلال، سيدنا بلال بيداريه تحت باطه علشان يمشي وسط الكفار ومحدش ياخد باله، ويروح يديه النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل. متخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل ايه؟ 3 سنين الصحابة بياكلوا ورق الشجر. ليه؟ ليه الشعور ده؟ ليه المسلمين يقعدوا في مكة 3 سنين ياكلوا ورق الشجر؟ هو ده الإسلام يا شباب. عشان كده بني الإسلام على 5. الإسلام ده بني على رجالة. الرجالة دول اتعلموا 5 أركان للإسلام، عملوا من الناس دي أسود، عملوا من الناس دي رجالة تنصر الدين. رجالة لما يروح سيدنا عمر بن الخطاب بيفتح بيت المقدس، يروح على بعير، وكمان ما كانش هو اللي راكب، كان سيدنا عبيدة بن الجراح هو اللي كان راكب، وهو كان ماشي على الأرض، وملابسه كانت يعني مقطعة مرقعة زي ما بنقول في مصر. متخيلين الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجوع، سيدنا عمر بن الخطاب راح يفتح بيت المقدس، يروح بالهيئة دي؟ اه، هو ده ديننا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ما عزناش بحاجة تانية. الإسلام ده محتاج رجالة، محتاج رجالة الجوع ما يكسرهمش. حد فيكم متخيل إن 3 سنين مفيش واحد فيهم قال أنا هسيب الدين؟ ما هو دلوقتي الموضة دلوقتي إن الناس بترتد عن دينها، ما الموضة دلوقتي إن واحد ينتحر ومش راضي عن حياته. أنت فاهم؟ الإسلام يا شباب الناس اتمسكوا بيه رغم إن قعدوا 3 سنين ما بياكلوش، بياكلوا ورق الشجر لغاية ما جالهم قرحة. متخيل؟ طب ما الناس دي كان ممكن تسيب دينها، يعني ببساطة خالص كده، احنا مش لاعبين، احنا مش هنكمل معاك يا رسول الله، يعني كفاية علينا قوي كده، وانت كمل الطريق ده لوحدك، احنا مش هنكمل معاك. صح؟ ما كان ممكن يعملوا كده، لكن هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده للمسلمين، ان انت دخلت الدين بإرادتك، بإرادتك. الاسلام في الزمن ده كان مستضعف، دين بتاع الفقراء. الاسلام كان دين الفقراء، دين الناس الجعانه. متخيل انك تدخل في دين الناس الجعانه؟ هل انت مستوعب يا اخواني؟ المسلمين ما بدأ ما يعني بداوا ياكلوا ويشربوا بعد فتح مكه، بعد دخول الناس في الاسلام افواج. المسلمين بدات الدنيا تتفتح عليهم في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بعد فتحات الفرس والروم. هل انت بدأت تستوعب؟ يعني كل واحد دخل الاسلام، دخل الاسلام بإرادته، دخل في دين مستضعف، دين القلة. انت دخلت الدين بإرادتك، هو ده المعنى. فهمت يعني ايه انك تدخل الاسلام في دين الناس مش لاقية تاكل وتشرب فيه؟ ده معنى كلمة الجوع. يعني كل واحد دخل الاسلام في الوقت ده هو عارف وموقن انه داخل بإرادته. معنى ان الناس تدخل في الدين وهو في حالة استضعاف، معناها ان الناس داخل الدين لانه عارفة ان هو ده الحق. فالحق مش لازم يكون قوي،
الحق قوي بذاته، لكن الحق عايز رجالة تنصره، فالحق صنع الرجالة دي بطريقة الجوع. الجوع مدرسة، مدرسة خرجت للمسلمين ناس نصروا الدين. هتقدر ازاي تنتصر على اعدائك وانت مش قادر يعني تقفل القنوات اللي مش كويسة؟ يعني ازاي تقدر تنتصر على اعدائك وانت ما انتش قادر تبطل او مش قادر تغض بصرك مثلا؟ ازاي هتقدر تنتصر وانت ما انتش قادر تصوم؟ الموضوع صعب. عشان كده هي دي المدرسة اللي احنا عايزينها. كل واحد فينا ليه ذنوبه وكلنا بنغلط، ما بقولش ان ما بنغلطش، وانا اول واحد بغلط، انا اكتر واحد بغلط في الناس دي كلها، يعني ذنوب كتير الله يعلم بيا، بس ربنا يستر وربنا يغفر لي. لازم نتحرك لدينه. لو كل واحد فينا قال ان ما عندنا ذنوب ومش هنتحرك، خلاص الدين وخلاص نسيبه لمين؟ مع كلنا بنعمل ذنوب، لازم كلنا نتحرك ولازم كلنا نتغير. الدين ده هيغيرنا، ودرس الجوع ده، درس صيام رمضان، هو اللي هيغيرنا. ايام الشباب ورمضان هيدخل علينا، عشان كده لازم نجهز نفسنا ليه ونبدا نصوم من دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر شهر بيصوم فيه شهر محرم وشهر شعبان، اكتر شهور النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم فيها غير شهر رمضان. فلازم نستعد، لازم نستعد، لازم ندخل رمضان ده واحنا فاهمين يعني ايه الصيام. صيام يعني بنربي نفسينا على الجوع، لازم تجوع. اوعى تدخل شهر رمضان وتقضيه عزومات، هاكل بقى هنا وهاكل هنا وهاكل هنا، وتضيع الوقت وتضيع بطنك وانت ولا ونوم، يعني ننام طول النهار ونتسحر نملى بطننا على الاخر، ونفطر نملى بطننا على الاخر، ولا انت قادر تقيم ليل ولا قادر تحس بجوع ولا استفدت اي حاجه من الشهر دوت، وهنخرج عادي خالص والدنيا عادي خالص، مفيش حاجه، ما اتعلمناش حاجه، ما احنا كده ما استفدناش، كده ما حققناش مراد ربنا سبحانه وتعالى. مش عشان انت دخلت الاسلام وقلت خلاص بينا الاسلام على خمس، فانا موافق على صيام رمضان بس بشرط هنام بالنهار، وما اعرفش ان في حاجه اسمها شمس ولا في حاجه اسمها جهد ولا في حاجه اسمها بذل اي مجهود بالنهار، واكل براحتي واشرب. لا يا شباب، لا والله كده ما هتنفع الدنيا. نرجع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 3 سنين ياكل ورق الشجر. واحد فيكم يقول ما النبي صلى الله عليه وسلم لو الناس دي كانت على حق كان ربنا نصرها، او الناس دي كانت على حق ما كانش ربنا سبحانه وتعالى سوهم ياكلوا ورق الشجر. خدت بالك؟ والناس دي لو على الحق ما كانوش بقوا في السجون. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، ما كانوش بقوا مستضعفين. ربنا سبحانه وتعالى يرضى لهم ان يجوعوا ويرضى لهم ان يبتليهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، بشرهم بالجنه، استبشروا يا شباب، وبشرهم بالنصر، استبشروا يا شباب. بس نتعلم، نتعلم. ده الموقف الأول. طب وبعد كده إيه اللي حصل؟ المسلمين عملوا دولة وراحوا المدينة وبدأوا في الدولة دي، عارفين إيه اللي حصل؟ تتخيلوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يفرض عليهم فرض الصيام. الصيام إمتى فرض على المسلمين؟ فرض عليهم في سنة 2 من الهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل أمر صيام رمضان. يعني صيام رمضان ما كانش موجود قبل كده يا شباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش المفروض عليه صيام رمضان في الوقت المستضعفين ده، لا هم اصلا كده كده اصلا كانوا مستضعفين وما كانوش لاقيين ياكلوا 3 سنين في شاب ابي طالب. لكن صيام رمضان بدا وانزل الله عز وجل امتى؟ في السنه 2 من الهجره. وكانوا قبل كده بيصوموا يوم عاشوراء، يعني لما راحوا المدينه السنه اللي قعدوها في المدينه او السنتين اللي قعدوها في المدينه قبل فرض الصيام، كان اليهود كانوا موجودين في المدينة وكانوا بيصوموا عاشوراء علشان ده اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى. فالمسلمين بدأوا يصوموا اليوم دوت مع اليهود، ولكن الله عز وجل أنزل الله عز وجل فرض الصيام رمضان، وأصبحنا نصوم عاشوراء مع إن احنا نخالف اليهود ولا نتشابه معهم، إن احنا نزود يوم بعديه أو يوم قبليه، يوم بعد عاشوراء أو يوم قبل عاشوراء، 9 و10 أو 10 و11، المهم إن احنا نخالف اليهود، ما نبقاش شبههم وما نمشيش معاهم، ويبقى لينا وجهتنا ومتميزين ولينا قبلتنا. عشان كده في حاجة اسمها تحول قبلة بعد كده، وكل ده إن شاء الله هنتعرف عليه في السيرة بإذن الله. إن أنت عارف طريقك، عارف الطريق اللي أنت هتمشي فيه، إيه هو الطريق؟ أنا مخالف لليهود والنصارى، أنا متبع ديني، دين الإسلام، تمام؟ فاهم يا شباب؟ يبقى فرض علينا صيام رمضان في سنة 2 من الهجرة. طيب السنة دي عارفين اللي حصل فيها؟ يوم 17 رمضان، والمسلمين بيصوموا، المسلمين صايمين
17 رمضان في سنة 2 من الهجرة تيجي غزوة بدر. يعني غزوة بدر جت في الوقت اللي المسلمين فيه صايمين، هو ده الفكر. فهمت حاجة؟ اه فهمت. يبقى هو ده المعنى كمان اللي موجود عشان نبدأ نتعلم يعني الصيام. يعني المسلمين اتعلموا الجوع، فعشان كده اتعلموا النصر، عرفوا طريق النصر. طريق النصر مع الصبر. طب نصبر على ايه؟ نصبر على الجوع، نصبر على الفقر، نصبر على الضعف، نصبر على الأحداث اللي حصلت لنا في مكة. وبعد كده واحدة واحدة، خطوات خطوات، نعد ونوحد نفسينا كلنا كده، ونتجمع كلنا في مكان واحد، ونبدأ نعمل دولة تقدر إنها تجاهد في سبيل الله وتنصر الدين. هو ده المعنى، هو ده المقصود. فغزو بدر، غزو بدر. طب إيه اللي حصل في غزو بدر؟ الذكاء والعبقرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشيروا على النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نروح عند البير، علشان نقف عند البير ونحتجز البير في ظهرنا فنشرب، هما ما يشربوش. ما هو الكفار جايين 1000 واحد ومعاهم كل واحد فيهم راكب على فرس وراكب على حصان، وإحنا ما عندناش خيالة، إحنا يعني لسه برضو مستضعفين، وعددنا 300 واحد، 314، يعني العدد لسه قليل. طب هنعمل إيه؟ إحنا المية معانا. طب هما بقى هناك بيذبحوا كل يوم جمل علشان ياكلوا ويشربوا وبراحتهم عادي خالص، بيذبحوا جمال وياكلوا لحمه. طب المسلمين بياكلوا التمر بتاع المدينه، المسلمين بياكلوا التمر، واهل قريش الكفار بياكلوا الجمال. هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبناش؟ ربنا ما بيحبناش عشان كده سابنا احنا ناكل التمر، وربنا بيحب الكفار عشان كده خلاهم ياكلوا اللحمه وكده؟ لا والله، لا والله يا اخوان. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، والدين يعطيه الله عز وجل لمن يحب فقط. عشان كده احرص على الدين، احرص على العلم، اعرف دينك وتمسك بيه. عشان كده المسلمين انتصروا، كانوا بيتقاسموا مع بعض شوية التمر اللي بياكلوه، وربنا سبحانه وتعالى نصرهم. يعني احنا ما انتصرناش علشان كنا بناكل لحمة كنا بنتغذى كويس فعرفنا نقاتل الكفار، لا والله، احنا ما انتصرناش عليهم عشان كده، احنا انتصرنا عليهم عشان احنا انتصرنا على الجوع اللي جوانا، انتصرنا على انفسنا. فاكرين الصحابي اللي كان في ايده شويه تمر كده وقال انها لحياه طويله، ومسك شويه التمر وراح رماهم وراح دخل في الكفار وقتل الشهيد رضي الله عنه وارضاه. كل ده ان شاء الله نعرفه في السيره. لكن دي غزوه بدر. بعد كده غزوه عدد غزوه احد، ودخلنا غزوه الخندق. غزوه الخندق المسلمين اتحصروا من 10,000 واحد. غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، الكفار اتجمعوا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عايزين يبيدوا الإسلام، عايزين يشيلوا الإسلام من الأرض. فاتجمعوا عليه وأحاطوا بنا، والمسلمين ما كانش عندهم أي حل ولا عارفين يعملوا أي حاجة غير إنهم يحفروا خندق ويقعدوا مكانهم. لا طاقة لهم بالكفار. آه ممكن يحصل وقت عند المسلمين إنه ما يقدروش إن هم يوقفوا الموقف ده، فنقف ونعمل إعداد لنفسينا ونحافظ على عددنا ونحافظ على أمتنا ونحافظ على الناس اللي ربناها وعلمناها الدين ونحافظ عليهم الفترة دي، عشان بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيقول كلمة ما قالهاش قبل كده، قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. بعد ما المرحلة دي عدت لازم المراحل دي تعدي. طب ايه اللي حصل؟ الكفار فضلوا محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما الأكل اللي مع الصحابة خلص، مفيش أكل، الأكل خلص. طب نعمل ايه؟ جعانين الصحابة، كل واحد فيهم بطنه خلاص مش قادر، جعان، يعمل ايه؟ يروح كل واحد من الصحابة يجيب حجر ويربطه على بطنه، يجيب حجر ويربطه على بطنه. مش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله احنا يعني شوف لنا حل، شوف لنا حل يا رسول الله، كده ما ينفعش، احنا يعني احنا المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا وان ربنا معانا، ازاي ربنا يسيبنا كده؟ لا والله ما فيش واحد فيهم قال كده، ما فيش واحد فيهم قال كده. كل واحد فيهم سكت وصبر وتعلم الدين وتعلم الاحاديث وتعلم الايات. عشان كده الامه كانت فاهمه، الصحابه كانوا فاهمين، لان هم كانوا بيسمعوا كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لازم نتعلم القران، لازم نتعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم علشان نبقى فاهمين. ففهموا فما تكلموش، ما قالوش كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فسكتوا. وكل واحد فيهم بقى رايح يجيب الحجر والحجرين ويحطهم على بطنهم. طيب راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ادعوا الله لنا، يعني استعين بالله وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزقنا، نشوف لنا حل يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انتوا جعانين؟ اه. طب بصوا كده بطني. النبي صلى الله عليه وسلم القدوه بالفعل مش بالكلام، مش كلنا عاملين نتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واقف معاهم جعان زيهم،
جعان زيهم. ربنا سبحانه وتعالى جوع النبي صلى الله عليه وسلم، اه جوعه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه بالفعل، مش بالكلام بس، قدوه بكلامه وافعاله واقراره صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطط على بطنه حجرين، مش حجر واحد، حط حجرين، اه حجرين، وتقعد وتمسك، ويقعد ماسك بطني من الجوع، مش قادر مش قادر. هو ده الدرس اللي الصحابه اتعلموه في غزوه الخندق، وفي وسط الاحداث دي، في وسط الاحداث دي وغزوه الخندق موجوده والمسلمين محصرين، وهم بيحفروا خندق، صخره كبيره وقفت قدامهم، النبي صلى الله عليه وسلم يضربها في الفاس تطلع منها شراره، يقول الله اكبر، فتحت فارس، يضربها تانية يطلع شراره، تقول الله اكبر، فتحت الروم، واحنا محاصرين يا رسول الله، ده احنا جعانين مش قادرين، جعانين مش قادرين. والصحابه اللي كانوا قاعدين في الشعب، يعني يا رسول الله احنا هنمتلك الفرس والروم، النبي صلى الله عليه وسلم هو في الشعب في مكه كان بيروح يقول للكفار، مش بيقول للمسلمين، بيقول للكفار قولوا لا اله الا الله كلمه تملك بها العرب والعجم. يا رسول الله طب قول لنا كلام، طب نقله، طيب يعني احنا قاعدين في شعب مش لاقيين ناكل ولا لاقيين نشرب، والكفار محاصريننا ومش عارفين نعمل حاجه، يعني تقول لنا هنمتلك الفرس والروم؟ اه هو ده الايمان. عشان كده في حاجه اسمها الايمان بالغيب. انت مؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه مؤمن. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم اداك ايه بقى عشان تؤمن بيه؟ يعني ايه الحاجه الماديه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اداها لك؟ قال لك انا معايا فلوس؟ وقال لك انا معايا قوه؟ لا، قال لك انا مؤمن بالله، وقال لك انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لك انا معايا قران واحاديث، هعلمكم الدين، انتوا هتتغيروا، فلما هتتغيروا هتغيروا الارض باللي فيها، وانتوا اللي هتفتحوا بايديكم الفرس والروم. متخيلين؟ متخيلين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني خارج في الهجرة من مكة عايزين يقتلوه، وهو خارج علشان ما حدش يقتله، وكلهم بيجروا ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه، ويقابله سراقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تسيبني يا سراقة ولك سوارة كسرى، تاخد الأساور والذهب بتاع كسرى. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم خارج مطارد من الكفار، ورايح المدينة في الهجرة، هو وسيدنا ابو بكر ووراه جيوش بتدور عليه، واللي هيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم هياخد 100 من النوق. متخيل؟ وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم يروح ويقول لسراقه هيحصل كده، وليك اساور كسرى، وان الفرس هتتفتح، ويحصل بالفعل في عهد سيدنا عمر، زي برضه ما هنتكلم ان شاء الله في الخلافه وفتحات الفرس والروم بعون الله. متخيلين يا شباب؟ هو ده اللي عايزين نتعلمه، الجوع. والله والله العظيم لو جوعنا وحسينا بالجوع وقدرنا نتحكم في بطننا هنقدر ننتصر، طالما قدرنا ننتصر على انفسنا هنقدر ننتصر على الارض واللي فيها بعون الله. طب اتعلموا كده، تعالى في غزوه خيبر. غزوه خيبر، اه غزوه اليهود، غزوه اليهود لما اليهود اللي خرجوا من اليهود بني قريظه وبني قينقاع، وكلهم خرجوا وراحوا فين؟ وراحوا على خيبر، واليهود كلهم اتجمعوا كلهم فين؟ في خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم هيفتح خيبر. طب ايه الحل؟ الحصون بتاعت خيبر حصون شديده جدا، حوالي 5 حصون، 5 حصون، والنبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخل ومش عارف، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد كل الصحابه ان لا تفتحن خيبر، وان ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصر. طب ايه الحل؟ هنفتح خيبر دي ازاي؟ والحصون اللي موجوده دي ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه كده وهو داخل كان في بره 400 نخله قطعهم الاكل، خلي بالك، فهم هناك شافوا النخل فخرجوا بره الحصون عشان الاكل، خرجوا عشان بطنهم. خدت بالك من الدرس؟ طب كمل كده، ودخلت اتفتح الحصن الاول وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكمل والصحابه بيكملوا، الصحابه خلص منهم الاكل اللي معاه، مفيش اكل. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ مش قادرين، واصاب المسلمين مجاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الحل؟ لقوا حمار. متخيل؟ الحمير الاهليه جت فذبحوها، والله ذبحوها وحطوها في القدور وولعوا النار وخلاص هياكلوا، ونزل تحريم اكل الحمير الاهليه. انت مستوعب؟ ونزل تحريم حاجات كتير في الوقت ده، يعني تشريع انزله الله عز وجل في الوقت ده، والله عز وجل حرم عليهم اكل الحمير في وقت الجوع، انا جعان مش قادر، وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ياكلوا منه. ليه؟ تربية، هي دي تربية المسلم، هي دي تربية المسلمين، هي دي تربية جيوش الإسلام، هي دي تربية الفرد المسلم، إنك تبقى جعان ومتحكم في نفسك
وكل المسلمين اطاعوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيش واحد قال لك انا طب لا انا بصراحه يعني هاكل، ما انا مش قادر بطني وجعاني ولازم اكل. لا يا عم امسك نفسك استرجل، مش استرجل اشرب، لا استرجل ما تشربش، استرجل ما تاكلش، امسك نفسك. هو ده الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، الله عز وجل يفتح عليهم الحصن ويأكلوا بعد ما صبروا، وبعد كده لسه الحصون متبقية، وإن شاء الله نتعرض لغزوة خيبر بإذن الله بعون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فلاقي إن في حصن شديد جدا واليهود كلهم متجمعين فيه ومش قادرين يفتحوه، وهو كان آخر حصن وكل حاجة جوه الحصن ده، كل الأكل جوه الحصن ده وكل النساء وكل السلاح وكل حاجة موجودة في الحصن بتاعهم ده. طب إيه الحل؟ بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستعانة الصحابة بالله عز وجل، جالهم واحد من اليهود، من اليهود نفسهم، قال له يا رسول الله تديني الأمان وأقول لك على الحل. قال له قول. قال لهم الناس دي واقفين فوق جبل وما عندهمش مية، والمية بتجي لهم من مكان من بين الجبل بيجيب له مية من تحت الأرض، لو قطعت عليهم المية من المكان الفلاني الناس دي هتسلم. بس الموضوع في الاكل والشرب يا شباب، انتوا متخيلين القصه اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في سوره البقره، قصه طالوت وجالوت، لما بني اسرائيل قالوا له يا رسول الله يعني قل ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرسل الينا ملكا رسولا علشان نقدر نحارب ونجاهد في سبيل الله، قال لهم عسى ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليكم الملك وفي الاخر ولا تعملوش اي حاجه ولا تجاهدوا في سبيل الله. قالوا له ليه واحنا يعني قد قتلونا ويعني شردونا وخرجونا من بيوتنا فاكيد هنجاهد. فربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم ملك سيدنا طالوت، الله عز وجل جعلوا عليهم ملكا. طيب وفي الاخر وبعدين روحوا جاهدوا بقى، يروح يقول لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. بس تخيل الدرس، ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل حاجة اسمها التنقية الغربلة، نقى من كل الناس دي في الآخر خالص كلهم اتصفى منهم 300 واحد بنفس عدد غزوة بدر، 313 واحد كلهم شربوا من النيل، شربوا من البحر، شربوا من المكان اللي شربوا فيه من النهر. طب وفي الاخر ايه اللي هيحصل؟ قال لك امسك نفسك ما تشربش، انت قدامك الميه ما تشربش فشرب. فكل واحد شرب قال له خلاص انت ما انتش معايا، انت مش هينفع تجاهد، هتجاهد ازاي وانت مش قادر تمسك نفسك من العطش، هتجاهد ازاي؟ فمش هينفع تجاهد. فكل اللي شرب قال له ما خلاص ما تجيش معايا. هو ده الدين يا شباب، انك تنتصر على نفسك. هو ده درس الجوع، هو ده درس الصيام. بالله عليك ادخل رمضان ده وانت هتاكل اقل كميه اكل في السحور واقل كميه اكل في الفطار، وما تشغليش بالك بقى في البيت بقى باكل وشرب ويعني هنعمل احلى اكل عشان نفطر بقى والعزومات، لا والله والله كده ما هننتفع من حاجه في رمضان. رمضان انك تجوع مش انك تستمتع بانواع الطعام، لا والله يا اخواني. رمضان مدرسه، مدرسه الصبر، رمضان معسكر تدريب إعداد الفرد المسلم وإعداد أمة الإسلام كلها، بس نفهم الإسلام بالأسلوب ده. الصيام كورس مكثف أيام معدودات، دورة تدريبية مكثفة بناخدها في فترة زمنية محدودة، هنجوع شهر واحد، ما بقولكش جوع السنة كلها، ما بقولكش جوع العمر، بقولك شهر واحد امسك نفسك فيه، اتعلم في الجوع، اتعلم في الجوع، شوية تمر وشوية لبن، عيش عليهم، جرب بس، جربها يا عم، جربها يوم اتنين، جربها أسبوع، جرب إنك تجوع، جرب إنك تجوع الفترة اللي تقدر عليها، طول ما بتربي نفسك كده وطول ما عندك هدف هتقدر توصل له بعون الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.